يا حمزة، كيف حالك؟ الحمد لله. حمزة، احكي لي عن الحرب، شو صار معك انت؟ كنا نخاف من القصف والضرب وين الحمد لله ربنا على السراء وعلى الضراء. الحمد لله، نستنى في الحرب تخلص ونروح دورنا، وناس تروح، كل واحد يروح دوره، ويرجع ابويا سالم غانم هو وامي ومن هالوضع. حمزة، احكي لي الحرب والشهداء والقصف، بتخاف منهم هاي الاشياء؟ والله من ناحيه القصف انا يعني بتخاف؟ بخاف يعني مش كتير، شويه. انت بطل عشان القصف والضرب والانزعاج للناس وناس بتروح وناس بتيجي. كيف بتهيئ لك هاي؟ كيف بتشوف؟ كيف حاسس الضرب لما يصير؟ كيف الدنيا هاي كلها؟ بصير صراع القصف، يعني صوت القوي وهيك. شو رسالتك للعالم؟ شو حابب تكتبي يا حمزة؟ حابب احكي لهم ان شاء الله بتروحوا على دورك وسلمين غنمين، ما بتحتاجوا حدا ولا حد بيحتاجك، وياك تروحوا لدورك سلمين غنمين. لأطفال العالم شو بدك تحكي لهم؟ كون الطفل ما تخافوش ولا تعملوا حساب للموت. يعني انت بطل يا حمزة، انت الله يحفظك. يلا اضحك، علامة الانتصار بتاعتنا. يا عيني يا سلام، مساء الخير. هنرجع هنرفع علامة الانتصار هاي، تمام.